دلوقتي أنا أمرت بكرة بعد صلاة العصر نقعدوا في المحجر، أنا وعمكم وعمتكم وشيخ الجامع وأنتم، ونتمموا كل حاجة. وعمي كان طالب تقسيم، كل واحد عارف حقه، حد هياكله، كل واحد حر في نصيبه. والمحجر ماله؟ هتقسمه هو كمان؟ لو عاوز أقسمه هقسمه، بس أنا مش عاوز أقسمه. يعني المحجر هيفضل بتاعنا حج؟ بتاعنا الوحدة طول ما أنا واقف على رجلي وعتنفس. محدش منكم ليه في حاجة. أمال جايبنا وبعت لنا ليه؟ عشان تعرفوا. وبكرة تبقوا هناك قبلنا، مفهوم؟ إيه لازمة وجودنا طيب؟ لا إله إلا الله. لما تحصل قاعدة زي دي يحضرها الرجالة أصحاب الشأن. لو حد منكم شايف انه مش راجل ولا صاحب شأن ما يجيش. ما هو دلوقتي يعني وبعد عمر طويل عمي ما عندوش غير زهرة. ولو ما عندهوش يبقى ملهوش. وليه بس بعد العمر ده كله؟ ما اللي عاوزه ياخده. لو انت ولده ما كنتش هقول كده. ابوي بعده عن الحجر والمحجر وقسمه زي ما انتوا عاوزين. مين اللي بعده؟ انت خلاص بقيت صاحب المحجر؟ لا بس شجانة محدش تعب فيه غيرنا. مين اللي تعب؟ انا ولا انت؟ مين اللي تعب؟ رد عليا. اهدى انت بس يا ابوي. اهدى يا ابوي، اهدى يا ابوي. انت الحنين يعني واحنا اللي هنعصبه؟ ما بلاش رقم يا عم كامل. رد على اخوك بأدب. انا مؤدب يا ابوي. رد عليه بأدب، ده اخوك الكبير، والا خليه يضربك ويعلمك الادب. لو راجل يعملها اضربه يا كامل. أنا همشي يا ابوي. اضربه يا كامل. مش عاوز يا ابوي، انا مسامحه. انا مش مسامح وقلت لك اضربه. انا مش هقدر اضربه يا ابوي. شوف يبقى انا اللي هضربه. خلاص خلاص يا ابوي، ابوس يدك. لو ما جيتش بكره قبل اخواتك شوف انا هعمل فيك ايه. راوحوا بيكم، راوحوا.